بذور أمل روتها أرض معرض دمشق الدولي في دورته 59 في قلوب وعيون السوريين، موعد مع تاريخ سوريا وحضارتها في صورة جمعت السوريين من كل الأطياف في تظاهرة ثقافية بامتياز. كاميرا الإخبارية السورية رصدت أجواء معرض دمشق الدولي في عيون زواره على أرض مدينة المعارض. المعرض كتير كتير حلو وغير شكل يعني، وهيك لا يصدق، وهيك الشعب بينبسط وتعمل فرحة. رجعت سوريا يعني، رجعت روح سوريا، رجعت حياة سوريا. من الأول نحن هيك، ونحن كلنا حنضل هيك وطول عمرنا هيك. هي أهم شيء إنه في أمان، وهالكثافة السكانية الكتير يعني كتير كتير حلو بجنن. نحب المعرض ونحن مشتاقين له، انه كل سنه متعودين نحن نجي على المعرض. بلدنا بخير الحمد لله ان شاء الله باذن الله، هي اهم شيء. شيء كثير كثير حلو، حتى يعني دمعه تنزل لحالها على الفرحه هي كلها عن جد بصراحه. الاجواء بتجنن، الاجواء بتجنن. الله يليك هيك، الله يضل سوريا ان شاء الله هيك على طول، وربي يطول بعمر الرئيس وديم هالفرحه على سوريا، ويرجع الأمن والأمان مثل أول وأكثر. في فرحة كبيرة كتير 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 بهالمناسبة الحلوة، كتير فرحة كبيرة كتير، وما مصدق عيوني إنه سوريا ترجع مثل الأول. إن شاء الله للأحسن، إن شاء الله يا رب رجع نفضل الحياة بإذن الله، الأمور للأحسن. اليوم فرحتنا كتير كبيرة إنه رجعت مثل قبل الأزمة وأفضل، يعني مثل ما أنا شايفين هالعالم وهالازدحام، وما شاء الله يعني، وهي صورة يمكن لحالها بتحكي بتوقع. والحمد لله، وبين الامور كل ما الحمد لله رب العالمين. يعني شوفي الناس مبسوطه فرحانه، فرحته ما بتعطيها لحدا. فرحتنا كثير كبيره، كثير مبسوطه وفرحانه انه انفتح المعرض ورجع ان شاء الله الامان، امن الامان لبلدنا، والله يحمينا الجيش. رساله من ارض الشام وجهها زوار معرض دمشق الدولي الى كل العالم، ان سوريا كانت وستبقى ارض الحضاره والثقافه، في وطن له في قلوب أبنائه حكاية طويلة من الحب والوفاء.